الملابس الجديدة. سلام وعناق بين الأهل والجيران والأصدقاء بعد صلاة عيد الفطر المبارك، ثم تخلو الشوارع كاستمرار للروتين الرمضاني، ويبقى العيد عيدا خالصا للأطفال. لما تشوف جنبك هذول الأطفال يعني سعداء، يعني بعيد عن الآلام، بعيد عن المشاكل، بعيد عن كل حاجة، تشعر بأن هذا العيد أنت مش عيدك، عيد هؤلاء الأطفال، فتكتمل فرحتنا فيهم. شوف الآن الجمال يعني الجهال خارجين من البيوت. هنا وسط كريتر التاريخية طقوس مختلفة لألعاب العيد، منها حديثة ومنها الشعبية يبتهج بها الأطفال، خصوصا عربات الجمال المسماة بجاري جمل. هذه يعني عادات وتقاليد أهل عدن. جاري جمل يعني حاجة ممتعة، يعني كده تسلي الأطفال وتسلي نحنا. رأفة باسويدان جمال ورث المهنة عن آبائه، يتحلق حول عربته الأطفال، ويظل مع صديقه الجمل موروثا متحركا يظهر بالأعياد. حق أبها تنا وجدودنا، نحن ماشيين عليها، رزقنا منه وكل حاجة منه، ما معنا لا شغل حكومي ولا وظائف ولا معنا شيء، على الماشية هذه مش اشتغلت وانا عمري 20 سنه كذا بيجي تقريبا او 18. يعني بدات اتعلم الجماله وهي اطفال نعاملهم معامله حلوه، يعني زي عيالنا بالضبط، واحد معه واحد مش معه، هاي يعني مشي حال. عيد اخر يعود مع ظروف اقتصاديه صعبه، لكنها تعجز عن سلب البسمات البريئه للاطفال. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.